مساكم الله بالخير من باب الخدمة المجتمعية، جزاهم الله خير. حماة الوطن الجيش الكويتي شاركوا معنا في حملة المليون شتلة، بياخذون شتلات وبيزرعونها في معسكراتهم، فلهم منا جزيل الشكر وعظيم الامتنان. فأنا هذه ما هي غريبة عليهم، وللأمانة هذا كله راح يزيد البقعة الخضراء، بالتالي راح يدر منفعة لنا ولعيالنا وللبلد، وإن شاء الله راح في المستقبل تخف موجات الغبار دام تكاتفت معنا الجهات هذه، من ضمنها بعد الحرس، الرئاسة العامة للحرس الوطني، وكذلك شركة نفط الخليج. فشكرا جزيلا لهم وجزاهم الله خير. الله يعطيهم العافية. قاعد يحملون خلنا نشوف هناك شقالي. خلصنا سيارة، والله طولوا. يلا شيل هذا خلاص بعد، يلا تمام تمام، باقي واحدة.